كان احساس مختلف لان الميزان ده كان اصعب من الميزان اللي قبله، والميدالية ما كنتش متوقعها لان كان احتمال ان انا اكسب واحتمال لا، لان كان الوضع كان صعب، الماتشات صعبه، المنافسين اقوياء، بس الحمد لله ربنا كريم يعني، كرم من ربنا يعني الحمد لله، وشكرا لكل اللي كانوا واقفين معايا الفتره اللي فاتت دي الحمد لله. الماتش الاخير ده كان اهم ماتش، ده ماتش الميدالية، هو ما مشيش زي ما انا كنت متخيله، هو كنت خسرانه في الجوله الثانيه والثالثه، فكنت نازله جوله ثالثه خسرانه، بس قلت ده يعني انا مش هفقد التركيز، هحاول ما افقدش التركيز، عشان لو فقدت التركيز مش هعرف اعوض النقط اللي انا خسرها، فلما عوضت بنقطتين وفرقت بنقطه ابتدت هي تحس بالضغط، لان انا عوضت في اخر 30 ثانيه تقريبا، فلما حست بالضغط يعني ادتني فرصه ان انا اجيب فيها نقط اكتر، لان هي ابتدت تجري عليا، فالحمد لله جبت نقط زياده في الاخر، والحمد لله ده اللي خلى الماتش يفرق ليا الحمد لله. بس مبروك لمصر، ويعني انا هريح دلوقتي الفتره دي اجازه، وان شاء الله يعني اقدر افرح المصريين دايما ان شاء الله. بحب اشكر كل المصريين والمدربين وزمايلي في الفريق والاتحاد واللجنه الاولمبيه والوزارة، مبروك ليكو، ويا رب البعثة ترجع بميداليات ونبقى أكتر بعثة جابت ميداليات في مصر إن شاء الله. صراحة كنت وأنا رايح أنا كان عندي أمل إن أنا أجيب إن شاء الله ميدالية ذهب لمصر، وكنت بحارب على ده عشان مصر تستحق الذهب، لكن طبعا المنافسة مش سهلة، المنافسة مع أحسن ناس في العالم، اصطدمت بطل العالم الروسي في الدور قبل النهائي، ربنا ما أردش، الحمد لله لعبت تاني على الميدالية البرونز وربنا كرمني، والحمد لله يعني نعمه كبيره الحمد لله. وزير الافعال يعني ما فيش احلى من كده، وزير شؤون الرياضه كان معاك في الملعب بيشجعك باعلى صوته، فتحس انت في مهمه قوميه والناس كلها فرحانه بيك يعني الحمد لله رب العالمين، يا رب اكون فرحت الشعب يعني الحمد لله. يعني فعلا والله احساس ما يتوصفش الحمد لله، يعني احس فعلا انا عملت حاجه للناس دي الحمد لله رب العالمين. الفتره الجايه انا لازم اريح دماغي وابقى مع اهلي شويه واتبسط معاهم، وبعد كده ان شاء الله افكر في اللي جاي باذن الله. الحمد لله رب العالمين، كرم ربنا كبير قوي، ويا رب اكون فرحت بلدي كلها وميداليه كبيره، يعني حاجه تحفه يعني مفيش احلى من كده، حضرتك شايفه يعني مفيش احلى من كده، حاجه جميله يعني. كنت متوقع تحقيق اكتر من كده، ده كان هدفي يعني الحمد لله رب العالمين. المباراه الميداليه البرونز كانت حاجه كبيره بالنسبه لي، والحمد لله ان ربنا كرمني فيها ونصرنا عشان نفرح الناس دي كلها. فتره السفر المجهود اللي احنا بذلناه انا وزمايلي اعضاء مجلس اداره برئاسه كابتن عمرو سليم، الحقيقه يعني مجموعه عمل متكامله، حطينا بلان ان احنا نحقق ونفرح الشعب المصري. نتكلم على الظروف اللي واجهتنا في اليابان، البعثة المصرية كان عليها حمل كبير جدا، لان التايكوندو كان كلعبة مصنف ان هو يعني يحقق ميدالية للشعب المصري وفرح الشعب المصري في الاولمبياد، ده كان عطينا دفعة كويسة. بنشكر معالي الوزير اللي كان واحد من الجمهور جنبي وكان بيشجع، المنشب حطب رئيس اللجنة الاولمبية، الحقيقة كل اللجنة الاولمبية كانت بتتحرك النهاردة، بتتحرك معانا خطوه بخطوه، لعبنا في اول ظروف صعبه، عايز اقول ان احنا مش بس يعني هدايا ملاك وسيف، الحقيقه في المباراه الاولى بتاعت نور حسين مع بطله تركيا وكانت متقدمه لغايه الثواني الاخيره، 10 ثواني كانت تفصلنا عن انها تحقق هي كمان ميداليه اولمبيه، نفس القصه لعبد الرحمن بودي اللي برده كان كسبان وخسر في يعني كان برده في مشكله في التحكيم هناك، لكن ربنا جبرنا في اليوم الثاني وقدرنا ان احنا نفرح الشعب المصري وقدرنا ان احنا نحقق ميداليتين لمصر كانوا ممكن يكونوا اكتر من ميداليه، وده النجاح اللي عمله الاتحاد المصري للتايكوندو الحقيقه في الفتره اللي احنا تولينا فيها المسؤوليه. الحقيقه احنا اشتغلنا ببلان واضح واشتغلنا بطريقه علميه، جبنا طبيب نفسي معالج نفسي، جبنا مخطط احمال عشان يتوارب مع، بشكر الجهاز الفني المصري الوطني كابتن محمد مجدي وكابتن اسامه السيد، بشكر المدير الفني الاسباني اوسكار، الحقيقه كان مجموعه عمل متكامله، مجموعه عمل كانت ليها بلان واضح وصريح، الحمد لله احنا قدرنا نفرح الشعب المصري، بهدي الميداليه لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبتمنى ان احنا نحافظ على المستوى ده، وبتمنى ان احنا في المرحله الجايه ان شاء الله يكون ربنا اعطانا القدره ان احنا نحافظ على ده ونطلع اكتر من بطل اولمبي. نتكلم قبل كل ماتش وبعد كل ماتش، يمكن احلى حاجه في الموضوع لما كلمنا بعد ما كسب اخر ماتش خالص، المكالمه كلها يعني كلام مش مفهوم، اللي هو مبروك من كتر الفرحه يعني، واحنا في البيت حتى انا ومامتي احنا بنزق كل حاجه في البيت، قاعدين بنتنطط بنصوت وبنصرخ، يمكن احلى احساس في حياتي فعلا. الصراحه كانت ثقتي في ربنا كبيره وثقتي في سيف كبيره، وهو مسافر انا كنت عامل حسابي ان هو باذن الله هيفرح مصر كلها.